فوق تحت 90 100. 38 سنه؟ 38 سنه. وكان الضغط بدات تشكي منه قد ايه؟ فتره رمضان. في رمضان مع بيت الاكل الغرب مع العيش البلدي مع الرقاق كنت بتاخد دواء للارتجاع؟ كنت بتاخد ايه بقى الادويه اللي احنا بنحرمها؟ اللي احنا بنحرمه يعني معظم الادويه كل دكتور كتب الشكل كل دكتور كان كتب لك نوع مره ومشيت عليه شويه فانت بقى لك قد ايه اصلا ماشي على ادويه الارتجاع؟ من 2019 اربع سنين ما بطلتهاش شويه كنترلوك شويه نكسن شويه وام في النص من حطيت لك دواء الكوليسترول كمان. السلام عليكم ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ احنا معانا علاء النهارده. علاء انت هتكلم الناس وتقول لهم انت شكوتك ايه اصلا وقول لهم انت عملت ان انت خلاص خلصنا كلام اصلا ايه انت بس مسي عليهم كده. علاء عاشور يا جماعه الراجل ده اول مره يزورنا النهارده مساء بس الخير. ماشي على نظام بقاله اسبوعين. مساء الخير. انا بشتكي من الاعراض بتاعت المعده وارتجاع القولون من 2019. كنت بعمل عملت منظار في 2019 كان عندي ارتجاع مريء وفتق في الحجاب الحاجز. فتق يعني لو الفتق ده سبب الارتجاع؟ سبب الارتجاع. وعندي وكان عندي التهاب في الاسم 10. تمام. مشيت على علاج الفتره دي كلها. انا بقالي بالظبط انا كنت بموت حرفيا في رمضان. في رمضان بعد اول رمضان كنت بموت بعد كان على رمضان بالتقيل اخر اسبوع في رمضان انا مشيت على النظام. اتابعت حضرتك على النت ومشيت على النظام من غير اي حاجه خالص كل المكتوب المسموحات والممنوعات على قد ما اقدر على قد ما قدرت يعني. بعدها بالظبط ووقفت العلاج خالص. تعبت اول اسبوع بعد كده الاسبوع الثاني انا النهارده خفيت بنسبه 70%. انا مش حاسس باي اعراض. لا قولون ولا قولون ولا ارتجاع ولا اي حاجه. بنسبه 70% ارتحت جدا 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 في 15 يوم. انا وجيت لحضرتك عشان كده يعني. جيت النهارده لحضرتك عشان اشوف انا يعني ال 15 يوم اللي انا اتبعت فيهم النظام ده حضرتك بتعمل ايه بقى. انا عاوز اعرف بعمل ايه. ما عملتش حاجه. انا قلت نظامك بلاش. وانا من 2019 حضرتك ماشي على ادويه. انا عندي دواليب ادويه. انا مش دواليب ادويه. ما هو انا ليه طلعت معاك لايف واستاذنك وكتر خيرك انت طلعت معايا. بص يا سيدي هم الدكتور بتاع الجهاز الهضمي بعد ما تشيك انت من اعراض الخمور والارتجاع سواء احتقان جيوب انفيه او ما شابه الحاجات دي بيبدا يقول لك ايه متخبطات الحموضه. ايوه. وبعد كده المنظار ده بيطلع منه حاجه من اثنين يا جرثومه يا فتح جاب حاجز والاثنين من سبب الارتجاع. فبيعلق الارتجاع ده بشكل 12 على شماعه فتح حجاب الحاجز. بس برضه دكاتره الدايت هم اللي بهدلوني برضه. في حد كان بيبهدلك؟ انا نزلت ما انا اقول لحضرتك ما من حوالي سنه بالظبط انا عملت دايت وعملت دايت قاسي جدا. وكان الدكتور بيكتب لي السلطه ديت اساسي السلطه دي قبل اي وجبه. يعني يوميا الارتجاع بيزيد طبعا. اتبهدلت وقولون انا نزلت ميزان بس اتبهدلت بقى. لا صحه ولا اي حاجه خالص. بص الدايت اللي ما صلحش جهاز هضمي يبقى مضر. وأول اللي بهدلني فعلا دكتور الدايت دوت مع الدكاتره البطنه بقى اللي كنت ماشي طبعا. هو تاني بيديك كنترول كونكور وكريستور مش بيديك دواء كوليسترول كسر عظمك. ففوجئت بقى حضرتك. ونومك كان عامل ايه؟ انا نومي يعني شويه ارق شويه بنام كتير جدا وبتقوم مش منتظم في النوم. طب دلوقتي انا ممكن انام خمس ست ساعات اقوم طب 15 يوم دول 15 يوم والله. انا بقول لحضرتك انا مزاجك احسن كتير مودك اهدى كتير. مراتك بتضايق منك في الفراخ؟ هي عندها مشكله في موضوع الفراخ ده. مش مقتنعه ان الفراخ مضره لسه لحد دلوقتي بقى. ربنا يستر ونبدا نقنعها يعني انها تمشي معانا برضه على النظام ده باذن الله. تحب تنصح الناس بايه يا علاء؟ والله انا بنصحكم تمشوا على النظام ده. بارك الله بجد. انا بقالي 15 يوم انا بقول تجربتي لله مش يعني ما بقولش حاجه. انا الدكتور عرض عليا اطلع لايف انا طلعت ولله. نعم بامر الناس بقول لها امشوا على النظام ده. النظام ده مريح جدا واحسن من الادويه بكتير. ما تاخدش دواء دلوقتي خالص. على فكره علاء وقف كل الدواء بناء على تعليمات الفيديوهات. من الفيديوهات قلت اجرب. فانا 15 يوم فبعد 15 يوم نجي اجي بقى لحضرتك اشوف بقى انت يعني وجيت النهارده عشان كده. سحر والله. والنظام حلو والله والحمد لله. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الحمد لله. سلامتك ام سلامه علاء بيه. احنا بنشكر يا جماعه علاء بيه وبنقول له الحمد لله على سلامتك.
وخلاص احنا عدينا فيز 1 انت الفيز 2 انت راجل شاب 38 سنه 15 يوم تاني وشكرا على كده. هشوفكم على خير يا جماعه وهكلمكم النهارده عشان خاطر بس في موضوع بتاع تصلب الشرايين التاجيه اللي حصل منه الممثل اللي مات من يومين ده عشان هنتناقش فيه، لان الولد ده لما تيجوا تبصوا على الانفوجراف بتاعه الولد ده من قريب جاله تهتك في عضله السمانه من الكريستور والنهارده مات مفاجاه امبارح. الواد اللي اسمه مصطفى الممثل ده مات اول امبارح هو قاعد عادي، الكريستور الاتور بيموته، الكريستور الاتور بيموته، منع الكريستور من منبعه وخلص عليه، والتهتك اللي جاله قبل كده من ورا الادويه دي. نسال الله الشفاء لكل الناس. والام اس دي حلقه عندي. اه حاضر حاضر، شكرا، اشوفكم على خير يا جماعه، اشوفكم، شكرا على بي، شكرا شكرا.